الذين حولك. أوصاك أبي بي ذات يوم أيها الأمير. ولقد حفظت وصية عمي محمد بك، لن أسمح لأحد أن يبخسك حقك، بل بقيت واليا على ما كان عليه عمي محمد. ماذا أيها الأمير، بعدما ولاك هشام أمر إرمينيا وبلاد أذربيجان وما خلفها؟ لا تقلق، أنت وكيلي. لن أنسى فضلك ما حييت. هكذا إذا لم يفعل مسلمة في الحرب ما كنا نتوقعه منه، وهو أمير جندنا ووالينا على أرمينيا واللان وأذربيجان. لا يا أمير المؤمنين، لم يفعل ما كنا نتوقعه، خاصة وأن مسلمة له سمعته في الحرب سبقته إلينا. يا أمير المؤمنين، لا تسمع قول الوشاة بعمي مسلمة، فوالله ما ولد مروان مثل عمي مسلمة، ما هي إلا الغيرة، وليس مسلمة بطالب ولاية، ولو أرادها لنالها، ولكن بعض من يريدها يهمس في أذنيك. ثم أن مسلمة قد تركك وكيلا عنه بعد أن حطم الخزر والترك وعاد، فرويدا. هذا الفتى فج صلف، والله لا أطيقه.
أنجب أبناء عبد الملك فاته حظه، أفرس أبناء عبد الملك وأتقاهم، ولكن فاته حظه لأنه ابن أمه. لكم بعيني قلبي. ويا حسرتي منكم وعليكم. كيف فررت يا عمر من سجن خالد القصري؟ خدمي وغلماني حفروا نفقا تحت السجن، فجئتك مستجيرا، ولن يجيرني إلاك يا شهم بن مروان. وما يفعل القصري؟ كأني به يلتقيني ذات يوم فيقول: فررت فرار الآبق. وبماذا سترد؟ سأقول: حينما نمت نومة الأمة قلت: هؤلاء يستخدموننا ثم يرموننا كالعظام. ويحك، لكنه لم يسمع كلامي. استجرت بي وسأجيرك. أترى يا عباس، خرجت الخلافة من دار الوليد إلى غير رجعة. نحن بنو أمية نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه، فإذا أرادها لنا ثانية فستعود، وإن لم يردها فإنها لن تعود. والقدريون ماذا يقولون؟ يقولون بالاختيار، يقولون إن الله خلق للإنسان عقلا يختار به شؤون حياته. في هذه المسألة، مسألة الخلافة، أنا قدري. ترى هل صحيح أن عمر بن عبد العزيز كان قدريا؟ ويحك يا عمر، لقد كبرنا على الترهات. عمر كان والله مفخرة بني أمية، لقد كان مسلما عابدا تقيا، همه وحدة المسلمين في ملة واحدة هي الإسلام، لا تفرقها الأهواء والشيع، بل أراد حل خلافات المسلمين بالكلمة الطيبة. ولكنه أراد نزع الخلافة من بني مروان، بل ربما أراد تركها شورى بين المسلمين، يختارون من يرون به الكفاءة لها، ليكف المسلمون عن قتل بعضهم بعضا بسببها. لكننا لم ننتظر، فكان ما كان. استغفر الله يا عمر، استغفر الله. الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، سليل عبد شمس بن عبد مناف. أنا ابن يزيد ابن عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ابنة أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر، ابن أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هشام. أنا سليل هاشم وأمية، وأنا والله نبي الهدى خالي، ومن يكو خاله نبي الهدى يقهر به من يفاخر. أنا الوليد أبو العباس، قد علمت عليا معدن مدى كري وإقدامي. أهلا بك يا أخي، تفضل إلى جانب. لن أجلس حتى يقضى ما أتيت من أجله، إلى أن يكون ابن عبية. إلى أين يا مسلمة؟ إلى أين يا أبا سعيد؟ عودتني أن لا تستثني علي. عد ولن أستثني. إنه ابن الهبيرة والله، مع كل ما كان منه. شرف النفس لا يتجسد، فإما نفس شريفة وإما لا. استجار فأجرته. هو لك، والله لا أغفر من أجرت. يزعم بنو عبد الملك أن دولتهم لن تسقط إلا إذا تولاها ابن أمه. أرادوا عزلنا عن إمرة المؤمنين بحديث الخرافة هذا.
لابد أن يأتي على الدنيا يوم أنتزعها كما ينتزع الضرغام كبد الفريسة. ما بال الموالي من الروم والأنباط والأعاجم من الذين ينضمون تحت لوائنا وهم من رعايانا؟ ما بالهم يا أخي؟ إنهم لا يكونون لنا المودة الواجبة على الرعية لولي الأمر. وهل تقاد الرعية بالود يا أخي؟ إنني أحسب حساب تقلب القلوب يا أخي. فيما تحسبها يا هشام؟ صحيح أنني لم ألمس بيدي غير ما كان من حركة زيد بن علي، لكنني أشعر بدبيب يتنقل في الأمصار، قد يتحول إلى حركة، والحركة تتحول إلى فتنة، والفتنة إلى لي. ما أغفان عنها يا مسلمة. ما تقوله يا هشام ينم عن وعي وإدراك لتقلب قلوب الرعية، وقد علمتنا التجارب والاحتياط. لن أنقض ما سنه إخوتي وأهلي من قبلي رحمهم الله، فالعرب هم مادة الحكم، بيت الخلافة هو الرأس، وعرب الشام هم حماة سلطاننا. العرب مقدمون على سائر الأمم يا مسلمة، تجمعنا بسائر المسلمين إخوة الإسلام نعم، ولكن لا أحد يتقدم على العرب، ومن ثم الذميين والموالي. أعرف ذلك مثلك يا هشام، لكن التجارب علمتنا أن نحتاط من الموالي والذميين، ولنا بابن عمنا عمر بن عبد العزيز أسوة، فما الذي يمنع الموالي من الانضمام إلى أي حركة تبدر عن طامع بالحكم؟ رحمك الله يا عمر. القبائل، الموالي، الروم، الفرنجة، الخزر، المناوئون، الخوارج، المتربصون، إلى متى؟ إلى متى؟ الرؤى، الرؤى، أحماك يا رب العالمين، أحماك يا رب العالمين. لقد أجرناك يا عمر، أنت آمن، وهذه فرس عليها ما تحتاج من مال وطيب وثياب، هي لك. دعني أقبل يدك أولا. لا يقبل يدي أمير فزارة، أنت أمير، ويحك، ما قبلناها من الجند. والله لم ينجب عبد الملك مثلك نجابة ونبلا وشهامة، ولكن حظ الرعية قليل. تقيم آمنا وترحل آمنا، ولك ما تحب. بل أقيم إلى جوارك أيها الأمير. تغفو هنا وحيدا يا مسلمة، يا ابن عبد الملك بن مروان، وملك أبيك وأجدادك يتهاوى، وسلطانهم تنخره الأهواء والمطامع والأحقاد. انهض يا فارس بني مروان، يا قائد الجند وطليعة الفرسان، انهض يا رجل واستيقظ. استدعك، قل ماذا تريد وامضي إلى حال سبيلك. بل أنت من استدعاني.
أين أنت؟ أنا هنا، حيثما تلفت ستجدني. قلت إنني استدعيتك. أجل، كيف أستدعيك وأنا لا أعرف من تكون؟ ليس المهم أن تعرف من أكون، بل المهم أن تسمع ما يجب أن تعرف. قل لي أسمع. استدعيتني لأقول لك إن شمس سلطان بني مروان مالت إلى المغيب. شمس بني مروان تحت لي كبد السماء، باقية ما بقيت الأرض. أمكابرة يا مسلمة أم غرور؟ بل هي الحقيقة. أتوهمني أم توهم نفسك يا فارس بني مروان؟ هذا ليس وهما، أنت الوهم. هيا عد من حيث أتيت واتركني أهنأ في غفوتي. إن كان هذا ما تريد فهو لك. السلام على أمير المؤمنين وجلسائه. وعليك السلام ورحمة الله. كيف أحوالك يا وليد؟ كما يحب أمير المؤمنين. والله لا يحب أمير المؤمنين ولي عهده يقول الشعر الغزل. هذا لم يكن ما هو أدهب. ليس الشعر بمذلة على أحد، ولقد قاله من هو أكرم مني. قاله الصحابة وترنموا به في معاركهم وأيامهم. كيف حبك للروميات يا وليد؟ فإن أباك كان بهن مشغوفا. كيف لا أحببهن؟ ولن تزال الواحدة منهن قد جاءت بالهجين مثلك. أسكت، فليس الفحل يأتي بمثلي. بل اسكت أنت يا ابن ال... ما شرابك يا وليد؟ شرابك يا أمير المؤمنين؟ أنا ابن أبي العاص وعثمان والدي، ومروان جدي ذو الفعال وعامر. أهذا الذي تزعمونه أحمق؟ والله ما هو بأحمق، ولكني لا أظنه على الملة. كميت بن زيد، وهو القائل: قل لبني أمية حيث حلوا، وإن خفت المهند والقطيعة، أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعة.
بمرضي سياسة هاشمي يقول حيا لأمته ربيعة؟ بل هو القائل: فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر، والآن صرت بها المصيبة كمهتد بالأمس حائر. وتقول ماذا يا أخي؟ أهو النفاق أم الرضا؟ يا أخي، لو حاسبنا الناس على ما في قلوبهم لبنينا قصورنا برؤوس الرجال. من تجيره أجيره يا أخي. يا هشام، ماذا يا أخي؟ كف عن ابن أخيك ولي عهدك، أخشى أن تفسده. ما رأيتك في حياتي حزيناً كما الآن يا أبا سعيد، وقد خبرتك صلداً كالصخر، صبوراً كالجمل الأورق. ماذا حل بك؟ الدنيا وتقلباتها يا أبا زفر. أتراك تندب ولاية أذربيجان؟ أنا، وكأنك لا تعرفني إلى الآن. بل أنا من يعرفك، إني لألمح طيف ندم على وجهك. بل طيف رؤيا، وأي رؤيا يا هذيل، أي رؤيا؟ أيها النقباء، يا نقباء الدعوة الهاشمية، يا نقباء آل محمد، إن الأنباء التي تأتي من خراسان تثلج الصدر، فإن شيعتنا ومناصرون هناك ينتشرون ويكثرون، ولنا في أبي سلمة الخلال في الكوفة خير ناصح وخير وزير، وهو والله وزير آل محمد بعد أن تقوم دولتهم، ولنا في دعاتنا الذين أرسلناهم إلى خراسان خير الدعاة، فلا تراجعوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون. يا عمي مسلمة، أحول بني مروان يريد نزع ولاية العهد مني، لذا يرميني ويتهمني ويسيء لقائي ومحضري، ويدفع أنصاره في آل مروان للنيل مني، وأنا والله لا يقطع لي بالشنان. اهدأ يا وليد، اهدأ. ما جاء خليفة منا إلا وحاول نزع ولاية الأمر من الأخيل. نحن قوم ابتلينا بحب الوليد. ليتك يا عماه لم تضعه بيني وبين أبي. أنت غلاما، أيقبل المسلمون غلاما لخلافتهم؟ لماذا لم تكن إذن أنت مكانه؟ وأنت والله الشهم الكريم الشجاع الفارس الدين الذي لا يتهم بشيء لا في دينه ولا دنياه. أنا؟ بلى، أنت أصدقت مزاعمهم، والله ما قالوها إلا لإبعاد محمد بن مروان عنها في البداية، ثم لإبعادك أنت بعد أن كبرت وعظم شأنك. قد أرادها الناس والجند لك، فلما ركلتها بقدمك؟ لم أردها يا وليد، ولم تردني، وقد وطنت نفسي منذ البدء ألا أحدث شرخا في هذه الأمة، ولن أسمح لأحد أن يفعلها. أما بعد موتي فأوكلكم إلى الله سبحانه وتعالى، أما عمك هشام فدعه. الجحاف؟ اي والله الجحاف. ماذا فعل بك الدهر؟ لقد ازرى بي الدهر وصيرني الى ما ترين. لقد انتقلت الى هذا الدير كما طلبت مني انت وميمون، فهل لك في امر يفيدك؟ ما هو يا مريم؟ اراك مريضا عليلا متعبا هرما، ما رأيك لو بقيت عندنا في هذا الدير فأهتم بك وأرعاك؟ ليتك تزوجتني يا مريم. ما رأيك؟ هكذا ترين؟ بلى، هذا ما أرى. حسنا، وأمضي باقي أيامي بقربك يا مريم.
وأنت عدت من جديد؟ بل أنت من تنبه من جديد. أنت من غرس هذه الراية هنا؟ بل غفلة بني مروان قد جاءت بها، وتجاهلك لحقك في ولاية العهد والخلافة قد غرسها. لا، أنا ابن أمه، لا حق لي في ولاية عهد أو خلافة. بل كبرت وترفعت. لا كبر ولا ترفع، ولكن حقنا للدماء، دماء الأسرة الواحدة، دماء العرب والمسلمين من قبل ومن بعد. لما لم تقل هذا من قبل حين خاض من سبقوك في تلك الدماء؟ قلت لم أفوت فرصة واحدة لم أقل. ولما لم تفعل؟ أفعل ماذا؟ أن تأخذ حقك في الخلافة وأنت فارس بني مروان. فارس بني مروان ابن أمه، قلت لك أنا ابن أمه. تركتها لأبناء الحرائر فأفسدوها، وستؤول إلى ابن أمة فيقضي عليها. دعك من هذا الورق ولنتفاهم. بل دعك أنت مني، واقترب من قلبك ولبك أكثر، فلا حاجة لك بي أو عندي. انتظر، لا ترحل قبل أن تقتلع الرايات السوداء المحيطة بي. وحالك كحال جملين أدرمين، نقع على ركبنا فينظر إلينا الأولاد ويتلهون عن لقط النوى. بأنعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالأغر الأشقري، فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري. أرسل إلي الخليفة الأخول يسألني: ترى على أي دين أنت يا وليد؟ تالله ليقتلني هشام بن إسماعيل خال الخليفة الأحول بتهمة باطلة. أما يخيفون أحدا بالموت سواي؟ والله ما أخشى الموت، وقع علي أم وقعت عليه، ولكن ليس بيدك يا ابن إسماعيل المخزومي. أنت لغزلان الحجاز بعدك يا عرجي. أنا امرؤ جد بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم. هذه يميني رهن بالوفاء لكم، فأرخي بها ولأنف الكاشح الرغم. ويحكم دعوني أكمل هذا البيت. ودعتهن ولا شيء يراجعني إلا البنان وإلا الأعين السجون. اسمع يا وليد، إنني منصت يا عماه. عمك هشام أمير المؤمنين، وأنا أدرى به منك. ولكن عمي هشام. اسمع يا وليد، اسمع، إذا كنت لا أغفر ولاية عهدك فهذا لا يعني أن تحرك لسانك عليه وتصفه بالأحول في مجالسك. لكنه أحول يا عماه. صح يا وليد، إنه عمك، وأشهد أنه منظم واضح الفكر والرأي، ذو أنات وحلم، وأنه ليس من المتعجرفين المتكبرين.
أين هشام من عم الوليد وسليمان أو من جدي عبد الملك؟ أنا لا أقول أن هشام عبقريا، ولكنه يكره الدماء ويكره الفتن، وأنه يدير الدولة بحكمة ويدير الخلافة بحكمة أكثر. اسمع يا وليد، إنه يجمع المال، والمال قوة الدولة، سلاح الجند وخيلهم، وأشهد أنه حازم في هذا الشيء ومنظم. والله ما عرف آل مروان عهدا أكثر ازدهارا واستقرارا من عهد هشام، فكفاك تتعرض إليه في مجالسك، وكفاك تنتقص منه، وأنني أخشى عليك صولته إذا غضب. أنا يا عمي لا أخشى سباع البرية ولا أسودها، فما عرف بنو مروان أشد مني قوة، ولا أركب لخيل ولا أرمل نبل، فأنا والله لا يقعقع لي بالشنان. القوة ليست بالجسد فقط يا وليد، بل بالعقل. ها قد كبرت ودنا الأجل، فاجعل سيرتك محمودة، إنك تكثر من الشراب ومجالسة المغنين ورفقة اللهو، وهذا ما لا يريق بك كولي للعهد وكخليفة. لعله عقد العزم. ولعلك لا تريد العودة عما أنت فيه. إنني ألوذ بك يا عماه، فلا تخفرني. سأحميك لكي لا يكون عزلك سابقة لعزل غيرك، لكن يجب أن ترعوي، فإن لم تفعل فأنني لا أستطيع أن أدافع عنك كما أريد. إنه الموت والله، ويظنون أني أخشاه. لا والله، لكنني أربأ بحفيد عثمان بن عفان أن يهان هكذا أمام الناس. ستغضب لي بأجمعها قصي، قطين البيت والدمث الرقاق. وعدتك للخلافة، وأعمل لانتزاع ولاية العهد من ابن عمك الفاسق مع كل ما يجره علي ذلك من تقولات، وأخوك يراود امرأة عن نفسها في الحمص، وأنت تشرب الخمر علانية. فالله إن عدت لها لأقيمن عليك الحد في ساحة الخصافة. اغرب عن وجهي إلى لعنة الله. أحب الخروج من القصر والاستئناس بالطبيعة يا مسلمة، فهواء البادية أسلم للنفس وأصح للبدن. وأنا أيضا لا أطيق القصور. بلى وأنت أخو الحرب. كأنني خلقت على ظهر فرس، فما أطيق البقاء في مكان واحد. لعلك واجد علي إذ وليت مروان بن محمد مكانك الجزيرة. أليت على نفسي لا أنقض أمرا لإخوتي، فيطمع الطامعون. ثم أن مروان كفء، وهو ابن عمنا، ولعله يحمل بعض خصال أبيه. أيحمل خصال أبيه؟ قلت بعض خصال أبيه، القوة والشجاعة والحزم و... وماذا يا مسلم؟ لا أدري ما أقول يا هشام، ولكن تعاودني تلك الرؤى، فأرى مروانا مرة شهيرا سيفه، يقتل ويقاتل. يقتل ويقاتل؟ ومرة يلوذ أهلنا به، ومرة يفرون منه. ما تأويلها يا مسلم؟ دعك من التأويل الآن، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا لا راد له. إنك تخيفني يا مسلم. بل أحذر يا هشام.
قتلتم العرجي؟ ويحك، ألا تلقي السلام؟ لسوف يندم بنو مخزوم على ما فعلوه بحفيد عثمان. الويل لك، تهدد أخوالي. لقد قطعتم يدي بقتل العرجي، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. والله ما قتلتموه إلا لأنه كان شوكة أردتم انتزاعها. شوكة؟ بلى، فما دام العرجي معي فشطر قريش لن يوافقكم على خلعي. وإن بقيت على سيرتك هذه فسيخلعك المسلمون. إذا كنت أحب الشرب والصيد فأنت تكتنز المال وتحرم منه الناس. بل أضعه في مواضعه ولا أتلفه على اللهو والقصف، فلا أجده في يوم شدة لفارس يبتغي سيف أو فرس أو مدافع عن حق. لا أيها الوليد، لن أهدر مال بني مروان إلا على عز دولتهم وسموها. ودم العرجي لن يذهب هدرا. لست بقاتلي، ففيما تهديدك؟ أنت ولي الأمر وقد قتل بأمرك. خسئت يا وليد، ليس بأمري. أنت المسؤول، أنت الخليفة والقاتل خارك. يا ابن راعية الأتان. ماذا يا وزواز؟ بدأ قتل الشعراء. من؟ العرجي. حفيد عثمان؟ هو والله. أيقتلوننا وقد صرنا على حافة قبرنا؟ نسأله اللطف في قضائه. تقتلون العرجي ببيت من الشعر؟ ما أمرت بقتله. من أمر بقتله يا صاحب الأمر؟ إنه خالي هشام بن إسماعيل، قتله ثارا لتشبيبه بأراضي نساء قريش. مهلا يا هشام، مهلا. كان من قبلك أشد حرصا على نساء قريش، فلما لم يقتلوا عمر بن أبي ربيعة والأحوص وكثير وغيرهم الكثير؟ أيتركه يعمل لسانه بأراضي النساء؟ أما كنت تكتفي بنفيه؟ متى كان العرب يقتلون من أجل بيت من الشعر؟ ويحك يا هشام، أنت رابع أربعة من أبناء عبد الملك تتولى هذا الأمر. أشهد أنك سلطان حكيم عادل حازم، ولكن الهوى أخذك مرتقا صعب. من أجل شاعر فاسق؟ هذا الشاعر كان بطلا في حروب الروم. أمرت بقتل زيد وقد قتلت العرجي حفيد عثمان، فانقربت القلوب عليك وتحركت النار الغافية في الرماد. أسرع خالي العقوبة والأرض بعيدة. أمر بيت بليل. لما يا مسلمة؟ لأنه رفض خلع الوليد. تدافع عن الوليد يا مسلمة وهو؟ وهو ماذا؟ قل. أفسدت الفتى بعزلك وإهانتك له من أجل نقل الخلافة إلى ولدك. وأنت تدافع عنه وتحميه. أحفظ وصية والدي، لو انتزعت ولاية العهد منه لصارت سنة في بني مروان، ولصار الخلاف على الخلافة حربا لا تهدأ بين الإخوة وأبناء العم، بين الأبناء والأبناء. ما هكذا تورد الإبل؟ كيف تورد يا مسلمة وأنا من وطد ملككم بعد هوان؟ وها أنت تستهين به وتهوي من أجل ولدك. بالليل تورد الإبل، حاورهم بالتي هي أحسن. أين ذهب حلمك ورواؤك؟ أين ذهبت فطنتك؟ أما تدري بقتلك زيد والعرجي وعزلك الوليد تضع الحجر الأساس لحرب بين الأهل والعشائر والقبائل والأفخاذ، يكون ضحاياها أبناؤك وأحفادك وأخوتك. لقد بنيت لهم مجداً وجمعت ثروة لا تنتهي، ونفحت عدوهم وحميت ثغورهم وديارهم وملكهم. ليتك أكملتها يا هشام ولم تحرض الدماء وتشعل في قلبك حب الولد. مسلمة، رؤاي اقتربت يا هشام، اقتربت. قتل العرجي عبد الله بن عمر بن عثمان، قتله هشام بن اسماعيل خال الخليفة الأحول. اتهمه هشام بن اسماعيل بأنه تغزل بأمه، ويا لها من كذبة. متى كانت العرب تقتل شعراءها وفرسانها من أجل بيت لا فسق فيه؟ والله ما قتله،
إلا لأنه يرفض نقد بيعتي على رؤوس الأشهاد. أيريد هشام بن إسماعيل أن يكون خليفة أو وليا للعهد؟ ثمة من يشيع عنه ذلك، فيبدأ بالعرجي الشاعر الفذ. هشام بن إسماعيل، موتك يوم ولى هذا الأمر، اللهم اشهد. أنشدك الله أن توصيهم يا ابن عم. بماذا؟ إذا آل هذا الأمر لكم ولسوف يؤول، اتقوا الله في الدماء. هيهات يا ابن عمي، ورأس زيد بن علي ما تزال تنضح دما، وجسد المصلوب في الكناسة يمزق قلوبنا غيظا بعدما كدنا ننسى الحسين وأهله. الفرق إذن يا ابن عمي، سيف يغمد وسيف يشهر، ودماء تترقرق بين العمائم واللحى، والأحقاد تتوارثها الأجيال وتصير شيعا وأحزابا وطوائف. لا يا ابن عمي، ما ذنب الناس ليحمل ثرات قريش إلى المقبل من الأيام شيعة وأمويين؟ ما ذنبهم؟ أنحن من بدأ يا ابن العم؟ انظر ما أقصاه ابن العم، كم تذابح الناس بسببنا وسيتذابحون، ونحن وأنتم تقاتلنا على عرش، على كرسي، على سلطان. رحم الله عمر بن عبد العزيز. اللهم الاعتراف، ليته سبحانه ترك وأعادها شورة بين المسلمين. والله لنحملن دماءهم إلى يوم الدين. متى وكيف عرفت ذلك؟ حلم يراودني، اتضح لي وكأنه كتاب مفتوح. إذا ما جاء هذا الأمر وكنت على قيد الحياة، فكونوا في هذا الحصن. حصن مسلمة؟ أجل يا رب، ولا أظنهم يأتونكم بسوء. لما؟ ليد سلفت. أخاف عليك من رؤاك وأحلامك، أراك تذبل يا فارس البدر الذي لا يذبل. بئسها من حياة لست أنت فيها، بئسها من حياة. انزع خفيك من قدميك وسر على التراب، أصخ السمع جيدا وأنت تسير حافي القدمين، وافتح قلبك للأرض،
إن للأرض صوتا ينبض، للأرض صوت ينبض يا ولدي، ولا يسمع ذلك النبض إلا من انتمى لأرضه بصدق. مسكين من انتزع من بين أهله وذويه، لطيم كثير من انتزع من أرضه يا بني، لطيم حزين إلى آخر الدهر. لقد حررك تراب الأرض يا أمي من ظلم الحياة. أنا ابنك وابن هذه الأرض، أنا حر وابن حر. مات مسلمة بن عبد الملك بن مروان قبيل وفاة أخيه هشام بن عبد الملك بقليل، وبهما ختم آخر رجالات بني أمية، فولي الوليد بن يزيد الخلافة، وقتل بعد أمد قصير على يدي يزيد بن الوليد بعدما اتهموه بالفسق. فانفجرت الحرب الأهلية في البيت المرواني الأموي حتى آلت الأمور أخيرا إلى مروان بن محمد، وإنه لمن غريب الصدف أنه كان ابن أمة، فسقطت الدولة الأموية في أيامه على الرغم من شجاعته وفروسيته، إلا أن بني العباس كانوا قد أحكموا أمرهم وأعلنوا ثورتهم في خراسان، فسالت الخيول والرايات، وقتل بنو أمية جميعا إلا بعض ولد مسلمة وعمر بن عبد العزيز ومن اختفى منهم. عبد الرحمن ابن ولد معاوية الذي استشهد في غزو الروم. ما به؟ ما به يا مسلمة؟ سيقيم دولة بني أمية بعد سحقهم في المشرق. أين يا مسلمة؟ أين؟ سيدخل الأندلس. عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام الداخل. ثم انطلق عبد الرحمن بن معاوية الداخل وأخذ الأندلس، ولقب صقر قريش، وكان فذاً عظيماً. كانت دولة بني أمية بفرعيها السفياني والمرواني أول ملك للعرب بعد الإسلام. كانت دولة عظيمة راسخة شامخة قوية مهابة، امتدت من الصين إلى تخوم فرنسا، لكن شابتها أخطاء أودت بها. كان الأمويون متعصبين للعرب، فحقد الموالي وأبناء الأمم المفتوحة عليهم، يعتمدوا على القبائل اليمنية، فحقد القيسيون عليهم، ثم تركوا اليمانية، فانفجر صراع القبائل وأودى بهم. ولعل من أكبر أخطائهم أنهم جعلوا الملك وراثياً فيما بينهم، وحرموا الأمة من اختيار خلفائها، فسنوا سنة فجرت حروباً أهلية بين بطون قريش، ثم بين العرب والعرب، وبين الفرس والعرب، وكان الأصل والأصلح للعرب الشورى، لأن بني العباس ساروا على نهجهم وجعلوها وراثة فيما بينهم، وأعادوا سيرة أبناء عمهم بني أمية. وعلى الرغم من عظمة هاتين الدولتين وما قدمتاه للأمة العربية وللمسلمين والبشرية جمعاء من إرث حضاري عظيم وخالد، إلا أن الأمويين والعباسيين أخفقوا في إشادة أساس راسخ مكين لنظام الحكم، مما
ما جرى الويلات على العرب إلى الآن، فتنازعوا طوائف وشيعة، الأصل فيها الصراع على السلطة، الصراع على الحكم، الصراع على الملك والسلطان، ولا شيء آخر.